وادي صومام الذي يعتبر من أكبر وديان ولاية بيجاية يحظى اليوم بعملية تطهير وتنظيف لمياهه التي تعبر وسط المدينة على طول مسافة 93 كيلومترا لتصب في عرض البحر، عملية من شأنها تجنب مختلف الفيضانات. تم تنظيف 5 كيلومترات من الوديان هنا في مدينة بيجاية، واليوم رانا انطلقنا وبشرنا العمليه هذه الكبيره في واد صومام، اضخم واد يعني في ولايه بجايه، باش نسمح لسيلان يعني للمياه، مياه الواد اللي تسير يعني طبيعيا، وكذلك نبعد يعني خطر الفيضانات، وهذا هو الشيء اللي بادرنا به يعني منذ الوهله الاولى. مخطط استعجالي لتسيير الكوارث الطبيعيه سخرت له كل الوسائل. مبادرة لقت استحسان مواطن بجاية. وسخرنا في هذه العملية هذه الآلة المختصة في تنظيف الوديان والسدود ودراجلين، وعدة آليات لإنجاح هذه العملية التي ستعرف إن شاء الله ستحل ما نقولوش 100% 80% من خطر الفيضانات في هذه المنطقة المعروفة لعدة سنوات بخطر الفيضانات. العالية يواكني نيتواين وان كان تلا الحملة الا وين يدي تسدون تما لاندين كسن الوسخ كسن ثيق راوني لي زور دورني كل باش ازو حد يدارو نيتوايا جاي يخدم لنا كاينة يعني جو بونس كو الحاجة العالية الحاجة هذه مليح باسكو سافا بيرماتري هو من هذا الحول هما يغزراو انت دير داد فكنا من واسي فاسي في السوف غال البحر مي ان كونديسيون كوني كنيس لي سيتويان انحرف في اللاس باسكو بزاف نعمليت. هي اذا واحدة من العمليات التي بادرت بها ولاية بيجاية تفاديا لاي طارئ يمس بالمواطن او الممتلكات، لتطال هذه العملية بقية وديان ولاية بيجاية.